السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في الجزء الثاني من لعبة سبنوتيكا. طبعا في الجزء الأول طلعت إني نسيت أسيف اللعبة، فاضطريت أعيد كل شيء سويت أول، which is قصير مرة يعني، وخلصته في وقت قياسي. فمن غير تأخير، زي ما قلنا آخر مرة، قلنا نحتاج إننا نسوي الـ repair tool الموجودة عندك هنا بهذه الأشياء الاحتياجات عشان نقدر نصلح الأشياء الموجودة في المركبة. طبعا تحتاج إنك تصلح هذه الأشياء، نسيت هذا الشيء العجيب ليش تصلحه يعني، بس الراديو أهم شيء عشان القصة تمشي، شايف؟ زي ما قلنا اللعبة طبعا ما تقول لك أي شيء، اللعبة بس تقول لك إنك تحت في البحر وحاول تعيش، ولكن زي ما تمشي في القصة تعود أشياء جديدة تصير في اللعبة. طيب فنمشي حبة حبة عشان ما نضيع. طبعا نصيد بعض السمكات في الطريق عشان ايش نلاقي حاجة ناكلها. سمكة ام عين هذه اللي هي تسوي لك فلتر في الموية. يا قلنا هذا كان المرة الماضية. اكثر سمكات موجودة تقدر تصيدها تاخذها. اوه طبعا نسيت الاكسجين. لما تخلص اللعبة الأكسجين عندك يقعد فترة طويلة جدا، ولكن كانت اللعبة تبدأ تموت إذا ما هربت. أوكي يا سو كنا حنموت تو. أنا خلي عينك على الأكسجين 45 على اليسار، انتبه لا يخلص الأكسجين وأنت قاعد جوا البحر. طبعا دور على الزرعات اللي شكلها زي المخ، الزرعات اللي شكلها زي المخ طلع فقاعات تقدر تتنفس في الأماكن العميقة، وعينك على الأمتار فوق. حاول تخلي نفس لنفسك سوري حاول تخلي نفسك يعني مقياس كم متر تقدر تنزل لما يخلص الهواء، كم متر يبغى لك ترجع فوق قبل ما يخلص الأكسجين عندك. أفضل شيء تخلي عينك على النص، إذا خلص النص أنت بتسبح عميق أرجع. أوكي فنبدأ دحين ندور على أهم الأشياء. زي ما قلنا نحاس، ما نبغى نحاس، احنا نبغى ألومنيوم تايتانيوم. آسف التايتانيوم موجود في هذه القطع اللي كذا شكلها الغريبة، تاخذها ولكن مشكلة تاخذ مساحة كبيرة عندك في الشنطة حقتك، ف موجودة في كل مكان لا فلا تشيل همها يعني، ولكن هي القطع الأساسية اللي تحتاجها تبني الأشياء. الوقت طبعا تقدر تبني ال شالتني السمكة الغريبة هذه قاعدة ترفعني فوق. طبعا جاء المغرب واحنا قاعدين جوا، ما يفرق كثير الليل في البحر يعني، ولكن في شيء تسويه انت بعدين تقدر تسوي كشاف عشان الاماكن. هذا الكشاف برضو سهل ان شاء الله، تحتاج بطارية وقزاز، برضو احتاج طريقة عشان تسويها عشان تقدر تشوف في الليل في اماكن عميقة مرة تحت البحر. كل أشياء حبة حبة، خلينا ماشيين حبة حبة عشان ما نضيع. طبعا غلطت غلط الكبير هذاك طبعا أول، لأني أنا نسيت أطالع في الأكسجين حقي لأني اعتمدت أني خلصت اللعبة كان عندي تانك أكسجين كبير مرة، كنت أقدر أغطس كثير مرة جوا. طيب نبدأ بأول خطوة عشان نسوي الريبير تول. تذكر القطع اللي جمعناها من تحت البحر حقت المركبة، هذه هي، هذا الجهاز تحطه في جهاز القهوة حقك الرهيب وتحل لك ياها طحنة رهيبة ما في أي جهاز قهوة يسويه، وخلي لك ياها تيتانيوم. يخلي لك ياها تيتانيوم، ايش أقول لك يعني، طازج مش طازج، تيتانيوم يعني تيتانيوم جاهز للاستخدام يعني، شو على طول تطلع لك أشياء ثانية تقدر تستخدمها. علامة التعجب هي الأشياء الجديدة، علامة الزرقاء معناها في شيء تقدر تستخدمه حاليا. واتر بروف لوكر تحتاج 4 قطع تيتانيوم، طبعا كل قطعه تاخذها من تحت، كل قطعه تاخذها من المراكب المكسره تجيب لك 4 قطع تيتانيوم، فهذا شيء كويس، ما هي حبه حبه زي ما تلاقيها تحت الحجار. هذا اللوكر حق اللوكر زي هذا اللي عندك هنا، شايف؟ قريبا حتكتشف انه ما حيكفي، مع انه هذا يبدو لك انه كبير وجيبك شنطتك كبيره ولكن ما حيكفي، فراح تحتاج تسوي كثير من هذا اللوكر السخيف. طبعا هذا اللوكر السخيف لانه صغير جدا.
طيب سويت واحد بالغلط. بالمرة طالما قاعدين هنا خلينا نطبخ لنا حاجة، نسوي لنا موية. الموية تقعد معاك القارورة، تجيك الموية. والسمكة هذه نطبخها زي ما قلت لك، إذا ما سويتها مع الملح حتخيس عليك بسرعة. شايف؟ تقول لك كثير ناس تقرف انك تاكل سمكه بكبرها، متعوده على الاكل الصناعي، والناس 10 سنين تاكل حيوانات بكبرها يعني، فتقول لك اتعود، اجدادك كذا عاشوا. طيب خلينا نروح بعيد عن الموضوع. هذا اللوكر الغبي اللي تو ضيعت عليه الثيتانيوم حقي، طبعا لازم تحت الموي لانه يطفو، ترميه بالار 2. شايف؟ تقعد تضغط عليه تشوف ايش في جوته. تمام، انت شايف مساحه صغيره ضيقه مزعجه، ولكن راح تحتاج كثير في البداية. طبعا لما تسوي القاعدة حقتك تقدر تسوي قاعدة كبيرة، بعدين تقدر تسوي فيها لوكرات كبيرة ومش مزعجة زي هذا اللوكر الصغير، فاعتبر هذا من أشياء الصعوبات حقت البداية. طبعا عينكم على الأكسجين لو سمحتوا عشان ما تموتوا. طبعا تقدر تسميهم لأنهم كثير صغار، فتقدر تسميهم أي حاجة تبغى، فأنا أسمي هذا يوتيوب بس كذا. طبعا افود انك تسميها حسب الشيء اللي جوته، مثلا نخلي شيء فيه المعادن، شيء فيه المواد الاورجانيك. صحيح، خذها وقفة ثانية لأن دعت من الهدف حقي. احنا كنا نبغى نسوي الريبير تول، طبعا ظلام مرة دحين، فلا تنسى هذا الوسخ اللي يسوي اشياء كويسة. خلينا نستنى النور يجي احسن، نسوي اللمبة ونسوي الريبير تول. فزي ما قلنا الريبير تول تحتاج الى ايوه كيف سلفر. الكيف سلفر في سمكة غبية تنفجر، لازم تروح لها تلاقيها. والسيليكون رابر سهل تلاقيه من الزرعات الطويلة اللي شفناها اول الجيم في اول فيديو طالع من الجلتش. هذه السمكة طبعا بس شكل، ما تقدر تصيدها. معلش حنطلع كل شوية ناخذ هواء في البداية. هذه هي زرعة المخ اللي نقدر ناخذ منها اكسجين. اوقف جنبها، استنى الفقاقية تطلع. شايف؟ امورك طيبة. فخلي هذا قاعد حقتنا، نرجع لها بعد شوية وندور في الأعماق على السمكة اللي تتفجر. سمكة أم عين، فين السمكة اللي تتفجر؟ السمكة اللي تتفجر تكون موجودة عادة في الكهوف العميقة، فنحتاج ندور عن الكهوف العميقة عشان نطلعها. طبعا هذا مشروم مهم، هذا مشروم مهم جدا، جمع منه قد ما تقدر وحطه عندك بيتك قد ما تقدر، لأن هذا المشروم هو حق البطاريات، والبطاريات راح تحتاج كثير بطاريات جدا. صحيح، جاء الصباح واحنا قاعدين نهدور. زي ما قلنا هدفنا احنا ندور على كهف عشان نسوي الريبير تول حقتنا. قد اكون غلطان، قد اكون متسرع اني رايح. ايوه السمكة الغبية اللي تتفجر. ايوه قاعدة جديدة. طيب السمكة الغبية حتكون في فتحة في الجدار، تسقط قرد تحت البحر ما ادري كيف. فينك؟ هذا تيتانيوم، نسوي من التيتانيوم نحتاجه. شوف اذا قدرنا نسوي. ايوه شايفين؟ إشعاع، في إشعاع كثير في مناطق تحت البحر. طبعا تقول الكمبيوتر انه بسبب المركبة الكبيرة هذه اللي جات طلعت منها كمية إشعاع رهيبة، فطبعا اذا حاولت تقرب منها اكثر في البحر كيف صار اعمق هنا حتكون في مشكلة. زي ما انت شايفين حتبان بعد شوية ان جسمك حيبدأ جيله إشعاع وحتبدأ تتعب، فلازم تسوي البدلة اللي هي حقت الإشعاع. طبعا هذا مش الإشعاع، هذا نور الشمس. هذا السمك الغريب اللي صوتها زي الحوت بس شكلها ما له أي علاقة بشكل الحوت، ما في إشعاع. ويل بعدين خلنا نستكشف بعدين أماكن الإشعاع طالما ما عندنا أكسجين. نجمع قطع أكثر عشان نسوي الأشياء المفيدة في هذا الموضوع. تقول في كهوف، ما انا شايف الكهوف اللي بدور عليها انا.
الاسكان هذا احدهم. اوكي، في زرعتين مخ هنا وكمان تايتانيوم. سمكة الموية لا تنسوها، احتاجتوا موية. هذه بيضات ما تحتاج البيض. قزاز كوارتز، كوارتز هو انه قزاز بس له اهميات كثيرة جدا، فنجمعهم طبعا. خلص الاكسجين، انا قاعد اتكلم. يلا ايوه كان السمكة اللي تتفجر. ايوه هذه الشرط، هذه شفت كيف؟ هذا اللي نبغاه. شوف السمكة، شوف ما حورك اياها من قريب دحين لانها مقابلتها مش حلو لما تشوفها، يعني تنفجر في وشك وتنزل لك طاقة. القلب اللي على اليسار تشوفوه. طيب اوكي ولكن حتطلع لنا كثير وحنشوفها وجها لوجه قريبا، فلا تخافوا. طبعا كذا لقينا شيئين، وبقى شيء واحد عشان نسوي الريبير تول اللي هو الربر. والربر هذا حاجة لزرعات، الزرعات الطويلة الغريبة. اتوقع ان هذا الاتجاه، طبعا زي ما انتم شايفين اتجاهاتنا كلها تعتمد على هذا وهذا، ولكن برضو بعدين يصير عندك بوصلة تفيدك جدا في البحث عن الاشياء. باقي اخر شيء عشان نسوي الريبير تول حق التصليح. طبعا زرعتها ايوه هذه تلقاها طويلة. اها طبعا تذكرت في مشكلة صغيرة جدا هنا، انك ما تقدر تاخذ الربر الا يكون عندك سكينة، وانا زي الذكي ما سويت سكينة لين دحين. يا حنضطر زي الاطفال اللي ما حلوا الواجب نطلع فوق نفتح الايباد ونشوف ايش يبغالنا عشان السكينة. ها عجيب جدا برضو، نحتاج سيليكون رابر. وكيف نجيب سيليكون رابر من غير سكينة؟ اوكي لا انا غلطان، ما نحتاج السكينة عشان السيليكون رابر. هذه الزرعات الحلوة المقرفة اللي بنت الصغيرة تقرف منها دائما تقول بابا تقشعرني. هذه الزرعات فيها فقاقيع مقرفة برتقالية. كمبيوتر تتفلسف وتقول لي احتاج اني اسوي ابحاث اكثر. هذه السمكه شايفها مش مره خطيره، شكلها تخوف وتسوي اصوات مزعجه، ولكن من جنبها مره. اوكي ناخذ قد ما نقدر، نحتاجه كثير جدا. اوكي ممتاز، الحين نرجع. طبعا هذا الشيء برضو بالك تستخدمه بسرعه لانه اتوقع يعفن برضو في الشنطه حقتك. اي السمكه ام اسنان الغبيه ما تخوف ابدا. وبعدين في نقطة في المستقبل راح تحتاج انك تاخذ اسنانها، فلما تيجي تاخذ اسنانها لا تقتلها زي ما انا سويت، يبالك بس تمشي جنبها وتعطيها قطع الحديد هذه الموجودة الكبيرة ترميها جنبها وهي حتحاول تاكلها. حتقعد تحاول تاكلها، ولما تحاول تاكلها تطيح جنبها اسنان وتقدر تاخذ الاسنان. الاسنان جدا 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 مهمة في المستقبل، تسوي البدلة الروبيانا او بدلة القرد زي ما سميها بنت الصغير. طبعا بنت الصغير تحب هذه اللعبة تلعبها كمان. هذا فلاش اللي معي في الديه، ترميه وسوي لك نور في الليل. نسيته طبعا مع اني شايل من اول وقاعد اتكلم. طيب نرجع لماكينة القهوة حقتنا، نشغل ماكينة القهوة ونطلع اهم شيء في اللعبة اللي هو السكينة اللي يبغى لها. اول شيء طبعا تسوي اول شيء تاخذ فقاقيع البرتقالية بوسخة اللي اخذتها، تسوي سلك ربر بجهاز الرهيب هذا حق القهوة قد ما تقدر. شوف الاشياء اللي معك، طبعا حدايد اللي جمعتها بالمرة احولها كلها الى تيتانيوم عشان ما تاخذ مساحة كبيرة عندي، واقدر استخدم التيتانيوم موجود عندي. طبعا عندي سلك ربر كثير. اتوقع في فايدة ثانية طبعا، ايوه هذا برضو شوف
طبعا هذا الشيء اسمه كريب فاين سيد كلاستر. هذا الشيء البرتقالي الاصفر الوسخ تو اخذناه سوينا منه سيليكا درابر اسمه كريب فاين سيد كلاستر. هو عباره عن ايش؟ بذور حق نبات الكريب فاين الاصفر. تقدر تسوي منه لوبريكانتس. اللوبريكانت تحتاجها هي المرطبات تحتاجها عشان المراكب بعدين، بس ما نحتاج المراكب دحين. فنسوي زياده من هذه سيليكون رابر، مفيد جدا، يفيدنا في صناعات كثيره من صناعات ما تحت الماء. زي ما انتم شايفين بطاريه، بطاريه جدا مفيده نحتاج عشان الكشاف. تحتاج حبتين مشروم عشان المشروم فيه اسيد، وتحتاج كوبر اللي هو نحاس. ونخلي عندنا البطاريه جاهزه. بطاريه واحده طبعا. ايش تقول هذه؟ يطلع لك شيء على اليسار تقول لك انك اذا ضغط طبعا ارفع المربع تقول لك انك طلعت شيء جديد تقدر تسويه بلو برينتس. المفروض تطلع لك على طول طبعا، لو ضغطت على طول كان طلع لي. تقول لك انك تقدر تسوي حاجه اسمها باور سيل. باور سيل اقوى من البطاريه، تحتاجها المراكب الكبيره وتخلي الشيء يعيش معك اكثر الباور سيل. طيب اها اوكي شايف. ابارتلي انا ما كان معايا، ما عندي انبوب اكسجين، فعشان كذا اموت بسرعه لما ادخل تحت. فدحين نقدر هنا نجهز انبوب اكسجين. اتوقع انبوب اكسجين اهم من اي شيء ثاني، فخلنا نبدا فيه اول. تعرف كيف القهوه تسوي لك انبوب اكسجين. ايوه على طول يطلع لك ايش تقدر تخترع بعده. سويت انبوب اكسجين يقول لك تقدر تسوي انبوب اكسجين اقوى منه، حطوا لك محتويات اشياء وتقدر تسوي عرض لو جاتك المحتويات، ولكن مش دائما طبعا. شايف الفنز هذه تلبسها في رجلك رجل الضفدع خليك تسبح اسرع، برضو من السيليكون رابر. مفيده بس احنا نبغى نسوي شيء اهم اول كنا اللي هو ايش ما ادري. هذه مهمه خلينا نسويها عشان نسبح اسرع. دوب تتكلم هذه جهاز القهوة. طيب هذا الشيء هنا شوف تحت floating air pump، احتاج بس حبتين تانتينيوم. شكله غبي في البداية انا اهملته تماما، ولكن هذا مفيد جدا 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 لانك تقدر تغوص فيه الاماكن ما تقدر تغوص فيها حاليا. هذا air pump تحطه فوق وتركب فيه هذه العواميد البايبس انابيب، وتنزل منه على تحت انابيب للعمق اللي تبغاه على حسب الانابيب اللي معك، وتخليه في مكان ما تركته، وتقدر تشيله وتجمعه كله وتاخذه معك بعدين. يخليك يساعدك تخلص في اماكن كثير ما تقدر تخلصها في بدايه اللعبه، فهذا مهم جدا. ولكن عشان ما اخركم راح احتاج اني اسوي الريبير تول. طالما عندي سيليكون رابر كيف سلفر اند تايتانيوم. ممتاز. طيب هذا الشيء جدا مهم طبعا السكانر. اي قطعه جديد هذا مهم جدا عشان تبني المراكب الكبيره. اي قطعه جديد تبنيها زياده عشان تبني القاعده حقتك لازم اول شيء تسوي سكان لقطعه اللي تلاقيها مرميه في وسط البحر. سويها سكان اول تجمع قطعها، بعدين تركبها عندك وتكبر البيس حقك او تسوي المراكب اللي عندك. فهذه من اهم القطع السكان. حنرجع لها بعدين نحاول نجيب بطاريه ثانيه ونسويها، بس الحين نبغى اول شيء نسوي. انا سويت السكينه ولا لا؟ ما سويت السكينه، خلينا نسوي سكينه. شايف تقول لك شلنا كل الأسلحة وخلينا بس السكين والأسلحة الموجودة. اللعبة جدا جدا مسالمة، شكلهم كذا ما يبوك تقتل الأشياء الحية الموجودة بأي طريقة في اللعبة إلا عشان تأكلها وعشان النجاة. فسلاحك الوحيد هو السكينة، وبعدين في كم سلاح ما هي قاتلة، سلاح أسلحة توقف الحيوانات بعد عنك يعني. فطلع السكين وطلع معنا هذه الاشياء. اذا خلينا نسوي السكانر لانه جدا 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 مهم. فاحنا كذا في البدايه سوينا اهم الاشياء اولريدي، فاحنا لسه في البدايه. ممتاز شكرا يا كمبيوتر كلامك كثير زي طيب ممتاز سوينا اشياء كثيره مفيده. ما نحتاج قزاز دحين، نحتاج كوارتز اهم. عشان كذا نسوي الانبوب هذا قلت لكم عنه مهم. نسوي الاير بامب وريكم كيف نستخدمها عشان نقدر نقص جوا جوا جوا. وخلص التيتانيوم حقي، ما ادري ايش التيتانيوم سهل نجيب منه كثير، بعدين نجيب معنا تيتانيوم ونسوي الانابيب الاخرى. خليني اوريك اشياء سويناها دحين. اوكي ايش عندنا؟ هذا الشيء موجود من اول. هذه ريبير تول نصلح في الاشياء اللي تحت. هذا السكينه اهم سلاح في اللعبه تجيبه.
يلا خطير كيف. طبعا بعدين على اخر لعبه تقدر تسوي ستيشن يسوي لك ادفانسد اسلحه متقدمه، فتقدر تركب ولاعه على هذه السكينه وتصير اول ما تضرب السمكه تنطبخ على طول وتاكلها وانت قاعد في وسط البحر. هذه السكانينج تول اهم من اهم الاشياء في اللعبه، كل شيء مهم ابار في اللعبه. اي شيء تسوي له سكان عندك وتجمع معلوماته، اي شيء تبغى تبنيه، شوف رجولي كيف تدور، اي شيء تبغى تبنيه لازم تصوره بهذا الشيء. اوكي يلا خلينا نصلح المركبه دحين، نصلح هذا الشيء الغريب. ممتاز. Running full environment diagnostic and outputting results to data bank. ممتاز. اشتغل الجهاز حقك. وحين تبدأ تجيك معلومات هنا عن ايش صار في المركبة حقتك، تلاقيها قصص حلوة، قصة حلوة يعني. ايش صار في المركبة؟ environmental scan هنا يقول لك ايش انت قاعد فين؟ كوكب بحري، احتوى الاكسجين، مليان حيوانات بحرية، تحذيرات من الشيء اللي تاكل الناس، في بكتيريا في المويه، الكوكب بعيد جدا عن الفضاء المعروف، يعني كلام حلو زي كذا. يبغى جلسه، عطشنا طبعا، فطبعا احنا مجهزين مويه هنا كثير ما شربنا شيء منها. واشرب طبعا. السمكه عفنت، شوف روتن كوكت جرير فيش، سمكة أم عيون عفنت، فإذا أكلتها حسي حمرض وهعطش زيادة، فذكرونا نرميها في البحر بعدين. أوكي نصلح الراديو. طبعا هذا التول اللي معاك له بطارية تخلص، فيحتاج يكون معاك بطاريات برضو. ممتاز. تشغل الرسائل، طبعا اذا في رساله يحط لك علامه ان في رساله جديده مهما كنت بعيد، وترجع تشغلها هنا، وتقدر بعدين ما تبعد تركب راديو في الغواصه حقتك او القواعد حقتك. This is Aurora. Distress signal received. Rescue operation will be dispatched to your location in 9999 hours. Continue to 9 ملايين ساعة لين ما تبدأ عملية المساعدة، عملية الريسكيو ميشن، يجوا يساعدكم من ذا الكوكب. 9 ملايين ساعة حسب كلام الرجال الآلي تو اللي كلمناه، تو استقبل النداء حقنا من المراكب المحيطة، فعادي 9 ملايين ساعة نقدر نلعب كثير هنا ونسبح زي ما نبغى. ممتاز. والله اتوقع تكلمت كثير انا، سوينا حاجات كثير، من ما بعدنا عن الباد حقتنا اليوم. ان شاء الله المره الجايه نروح ابعد ونستكشف اشياء اكثر ونستخدم هذا الاير بومب عشان نوصل جوا جوا في المويه. طبعا زي ما تلاحظين الاكسجين حقي صار اكثر، اقدر ادخل جوا اروح اعمق، ولكن طبعا نسيت اسوي الكشاف، نرجع اسوي الكشاف بعدين. هذا طبعا هذا الانبوب شكله عادي ولكن مهم، طبعا تقدر تسوي له سكان. شوف هقول لك كلام عنه، بس انا اعرف انه مهم انك تضربه بالسكين تقطعه. هذه الاشياء مهمه انك ايش تسوي فيها، اذا اخذتها معك فوق تستخدمها وتستخدم شيء ثاني مع بعض. اوكي 30 ثانيه خلص الاكسجين، تستخدمهم مع بعض ويسووا لك مويه انضف من المويه اللي عندك حاليا وترويك اكثر اذا شربتها. خلينا نرمي السمكه الخايسه، ترميها ب R2 5. تقعد لك اي شيء ترميه يقعد لك، فلا تخاف اذا شيء رميته بالغلط، بس روح دور عليه مكان ما رميته. ولكن هذه سمكه خايسه، اذا كنت حامرض حقعد اطرش في البحر واسهل الين ما يصير لون البحر حواليني لون ما ينقال. اتوقع هذا كفايه الفيديو الثاني، شكرا للمشاهده. نحب لو تسووا سبسكرايب ولايك وتكتبوا في التعليقات رايكم في الفيديو، ولايكات كثير، لايك قبل الكومنت لو سمحتوا، يعطيكم العافية. ونشوفكم في الجزء الثالث من هذا الفيديو. هذا الفيديو كان كله صناعات، الفيديو الثاني إن شاء الله تكون رحلة أجمل وأطول وأبعد في البحر السحيق.